مايكرو بليدنج، بما ان انا تكنيشن اصلا مايكرو بليدنج، وفوجئت ان ناس كتير جدا ما يعرفوش ايه هو المايكرو بليدنج او هم فاكرينه تاتو. اول حاجه هتكلم فيها ان هو اصلا مش تاتو عشان نبقى متفقين، هو تكنيك مختلف تماما عن التاتو. هو بيستخدم بابره، انا جايبه الابره معايا كده، اوكي شكلها كده. دي بتستخدم، ما هيش بتتحط في كهرباء، ما هيش ماشين، ما هيش اي حاجه، وبنعمل تشريط على شكل الشعر على منطقه الحاجب. ما بتبقاش دق تاتو زي ما بيقولوا، وما بينزلش دم وما بيوجعش زي التاتو، وما بيبقاش شكله مصمت، بالعكس بيبقى شكله طبيعي جدا. ده بالنسبه لايه هو المايكرو بليدنج. هو على الطبقه الثانيه من الجلد، فما فيش فيه اي ضرر، وعموما هو مش دائم، هو سيمي بيرمننت، يعني بيقعد تقريبا حوالي سنة أو سنة ونص حسب طبيعة جلدك. ممكن يبقى جلدك دهني، ممكن يقعد أقل من سنة. لو طبيعة جلدك عادية أو جافة، لا ممكن يقعد أكتر من السنة كمان. الحاجة التانية، معلش أنا ببص بس في الورق عشان ما انساش حاجة، مين يقدر يعمل مايكرو بليدنج؟ هو مش كل الناس تقدر تعمل مايكرو بليدنج. في ثلاثة من الناس ما يعرفوش يعملوا. الناس اللي عندها سيولة في الدم، ده خطر جدا. الناس اللي عندها سكر، والحوامل، ما ينفعش أبدا حد فيهم يعمل مايكرو بليدنج. وبرضو عايزة أوضح إن ممكن مرضى السرطان أو الكانسر يعملوه عادي جدا، ما فيش أي مشاكل. أنا اتعاملت مع ناس واتبسطوا جدا، وكانت النتيجة جميلة، وأنا فرحت الصراحة لما عملت لهم. ومرضى فيروس سي على فكرة برضو بيعملوا عادي جدا، دي ما فيهاش أي مشكلة. بس لازم نبقى متأكدين، ويجي لي لما تيجي تروحي تعملي مايكرو بليدنج لازم تبقي متأكدة انت رايحة فين. أولا ما ينفعش يبقى في كوافير، ما ينفعش يبقى في أي مكان ما فيهوش تعقيم أو ما فيهوش هايجين، لأن أسهل طريقة لنقل الفيروسات زي فيروس سي وزي الإيدز مثلا وزي الحاجات دي، هي الحاجات دي لأنك بتشرطي، فأوريدي في جرح بيبقى مفتوح، فسهل جدا ان هو يحصل فيه اي انفكشن. دي حاجه. ازاي اختار مين اللي يعمل لي مايكرو بليدنج؟ لما اجي اختار ما اجريش ورا اسم براند، وبرده ما اروحش استرخص، لان كل ما استرخص انا بيجي لي ناس كتير قوي يقولوا لي ليه سعرك كده، احنا فيه ب 800 جنيه، فيه ب 500 جنيه. بس اللي ب 800 وب 500 ممكن يكونوا بيستخدموا الادوات مش معقمه، ممكن تكون الماتيريال نفسها بتاعت اللون او البيجمنت نفسها هتتقلب اللون بعد كده، يبقى جراي، اللون يبقى مش حلو. وبيرجع تاني ناس يقولوا احنا روحنا عملنا عند المكان الفلاني وطلع اللون مش حلو، فده سبب الرخص. فما نسترخصش، ننقي مكان كويس، مكان نظيف. الادوات اللي بنستخدمها، اول ما ادخل الاقي اللي هتعمل لي مايكرو بليدنج مش هتلبس جوانتي، مش هتفتح لي التول، وانا برضو جايبه معايا التول، لازم تبقى كده مقفوله، اوكي تتفتح قدامك، ويا ريت تاخديها وانت ماشيه علشان ترميها، علشان ما حدش تاني يستخدمها. وفي ناس بتستخدم دي، اوكي، وبيبقى الموس نفسه ديسبوزبل، يعني بيتركب ويتفك، برضو تاخدي دوت معاكي وانت ماشيه. لو الحاجه ديت ما اتفتحتش قدامك يبقى ما تعمليش مايكرو بليدنج، اوكي. دي حاجه. مراحل المايكرو بليدنج، دايما بيجي لي ناس بيتخضوا اول ما يجوا ماشيين، يبقوا مخضوضين جدا من شكل اللون، ايه ده انت عملتيه غامق؟ لا، هو ما بيبقاش غامق ولا حاجه، ده عادي جدا ان هو يبقى غامق. بيبقى اغمق من الدرجه اللي احنا منقيينها، وبالمناسبه هو اصلا مش اسود، برده مش زي التاتو، هو في درجات من بني لحد بلوند. الميزه في المايكرو بليدنج ان ممكن يبقى شعرك اصفر بلوند، فتعملي حواجبك برده بلوند، دي ميزه فيه. فمراحل مايكرو بليدنج، احنا في صوره مش عارفه هتبقى موجوده، بتبين، مش عارفه هتطلع ولا ايه الصوره. صوره، ايوه الصوره دي. الصوره دي فيها مراحل مايكرو بليدنج، تمام. هي بتبقى غامقه قوي كده، بعدين بتبتدي تفتح، وبعدين تبتدي اللون تاني يعني يرد زي ما بيقولوا، وبعدين بيعمل بقى، بنعمل الريفيل، تمام. الريفيل بقى هو المرحله الاخيره، وبرده عشان نبقى متفقين، من غير ريفيل مفيش نتيجة حلوة المايكرو بليدنج، تمام. لأن الريفيل ده بيسموه برضو كوركشن، يعني ممكن بعد ما تمشي ويحصل لك هيلينج، أوكي، هو الهيلينج بيحصل في خلال 4 أسابيع، يعني بعد 4 أسابيع المفروض يبقى فيه
ريفيل تاني ضروري، لو ما عملتيهوش ولا في اي نتيجة تمام. هتلاقي الشكل مش مظبوط، بنعمل كوركشن للشكل. وارد على فكرة ان التكنيشن وهي بترسم يعني التكنيك نفسه البليدز نفسها ما تدخلش قوي جوه الجلد، او تدخل في الطبقة الاولى ما تدخلش في التانية، فبتحتاجي انك في الريفيل تظبطيه تاني. من ضمن المشاكل برضو اللي بتحصل ان تيجي واحدة تقول لي انا حاجبي ده غير حاجبي ده، اوكي، او انا اترسم لي الحاجب ده غير الحاجب ده. طبعا هو المفروض ان احنا نرسم الحاجبين زي بعض، وفي دايمنشن بنمشي بيها، وفي شكل معين للحاجب، لكن ما ينفعش نرسمه بشكل يعني مصمت كده او شكل، لازم يبقى له راس وارك وتيل. يعني هو ربنا خلقنا الحواجب مش على شكل كده قضبان حديد، هو احنا ربنا خلقنا لينا الحاجب ليه راس وليه ارك وليه تيل. فما بحبش حد يجي يقول انا عايزه خط واحد، ده منظر ارتفيشال جدا، منظر مش حلو. ولازم تختاري يعني وتاخدي وتدي بقى مع التكنيشن، يعني هي برضو هيبقى ليها رأي. اه هو وشك وكل حاجة وانت ليكي رأي فيه، بس هي هتبقى شايفة الشكل الصح اللي ممكن يبقى بيه. وعموما هو احسن حاجة الشكل الطبيعي، يعني لما نمشي على الحاجب او نملى الفراغات الطبيعية. وبرضو بتسأل سؤال تاني، هو احنا بنشيل الحواجب اصلا؟ لا احنا ما بنشيلش الحواجب، بالعكس احنا بنعمل ريفيل او بنملى الفراغات اللي في الحاجب. لو مثلا احنا بعد عمر مثلا بعد ال30 وصلنا 40 مع الزمن، الحواجب بتبتدي خلاص تخف بقى مع استخدام القلم والميك اب والكلام ده، فغصبا عننا بيبقى في اماكن خفيفه. الاماكن الخفيفه دي هي اللي احنا بنملاها. ايه تاني؟ الافتر كير بقى. الافتر كير ده ضروري جدا، واحسن وقت تعملي فيه مايكرو بليدنج هو وقت الشتاء. وقت الشتاء لان ما بتتعرضيش للشمس جامد، ما بتتعرضيش لبسين او كلور او اي حاجه عموما من الحاجات اللي انت مفروض تتجنبيها. يعني الافتر كير مفروض انك عملتي مثلا النهارده مايكرو بليدنج، خلاص انت هتتجنبي الميك اب، هتتجنبي الشمس المباشره، هتتجنبي لو بتنزلي ميه او بسين او حاجه، واي بقى حاجه تانية حتى في الحموم مثلا في الشاور هتتجنبي برضو الشامبو ان هو يجي عليه. الافتر كير من ضمنه انك بتحطي كريم، مش هقول اسمه طبعا عشان ميبقاش اعلان، بس هو كريم مرطب كل ساعه، برضو لازم تلتزمي علشان ما يقشرش، لانه لو قشر وعمل قشره جامده اللون هيطلع، ولو اللون طلع هيبقى ده الغلط عليكي مش على التكنيشن. اوكي معلش هبص تاني. بالنسبه للألم، ناس كتير قوي بتيجي يقولوا لي هو بيألم، انا خايفه، انا مرعوبه، اديني حقنه بنج. انا ما اقدرش ادي حقنه بنج، والمفروض طبعا ما ناخدش حقنه بنج لان دي منطقه حساسه جدا، وما ينفعش اي تكنيشن او حد يدي حقنه بنج في الحته دي، خطر جدا جدا. ما انتش قادره تعملي مايكرو بليدنج ما تعمليهوش، بس ما تفكريش ان انت تاخدي ابدا حقنه مايكرو بليدنج، حقنه وانت بتعملي المايكرو بليدنج. دي حاجة. بالنسبة للألم، هو ألم خفيف ضعيف جدا، يكاد يكون ان انت مش هتحسي بيه اصلا، زي ما تكوني بتعملي حواجبك. بالنسبة للدم، هو ما بينزلش دم كتير، دم بسيط. وبيجي لي ناس على فكرة ما بينزلش دم اصلا، يعني ممكن جدا تبقى حاجة بسيطة، بمجرد ما بنخلص السيشن كلها تبقى السيشن القطنة فيها، يعني القطنة فيها حبة بسيطة جدا. اوكي ايه تاني؟ بالنسبه للالوان، الالوان اهي، احنا لما بتيجي واحده مثلا ساي تقول لي انا عايزه بني فاتح، اوكي، انا بيبقى في لون كده ده دارك براون وفي لون لايت، ده بندربه حسب. وبرده ما ينفعش تيجي واحده تقول لي انا عايزاه اللون الفلاني، انا مجبره على لون شعرك اللي اوريدي موجود في حواجبك. ما ينفعش الحاجب يبقى لونه بني وانت عايزه تعمليه بلوند لون شعرك، مش هينفع. ففي حاجات معينه دي لازم ناخد بالنا منها، وما ينفعش نمشي راينا فيها، وما ينفعش ان يعني نبقى طاف واحنا بنتكلم فيها او نبقى قلقانين. لا، هي التكنيشن هتبقى فاهمه، هي هتبقى عارفه كويس قوي ايه الصح اللي هيتعمل معاكي. من ضمن الحاجات برضو بتاعت التعقيم، ان لازم القطنه
تبقي واخده بالك برضو القطنه اللي بتستخدمها وهي بتطهر المكان، او مثلا الوايبس، في ناس بتستخدم وايبس وفي ناس بتستخدم قطنه، ما ينفعش تبقى محطوطه على سطح ملوث. اوكي، يعني لما بنيجي نشتغل بنحط زي مفرش طبي ونحط عليه كل التولز، بمجرد ما الكلاينت دي بتقوم بقوم شايله كل المفرش الطبي ورمياه في الباسكت. فما ينفعش ادخل مثلا الاقي واحده حاطه قطنه مطرح اللي قبليه وهتستخدمها، برضو ساعتها امشي وما تعمليش مايكرو بليدنج. ايه تاني؟ اتمنى ان انا اكون قلت كل حاجه، يعني انا بحاول اغطي على قد ما اقدر الحاجات اللي تخص المايكرو بليدنج. وانا بس اهم حاجه عندي ان هو مش تاتو، عشان الناس بتيجي تقول لي انا عايزه اعمل تاتو شعره بشعره، هو ما اسمهوش تاتو شعره بشعره، هو اسمه مايكرو بليدنج، وتكنيكه مختلف تماما وكل حاجه فيه مختلفه. ده مش معناه ان التاتو وحش ولا حاجه، بس هو مش تاتو. استأذنكم هطلع فاصل وارجع تاني اكمل معاكم حبة تكنيكس كده عن المايكرو بليدنج. رجعنا لكم بعد الفاصل وهكمل كلام عن المايكرو بليدنج، حبة حاجات بسيطة كده ولازم برضو ادي للمايكرو لل سوري للشيدنج حقه. تمام، لان انا برضو في الكورس بتاعي اخدت الشيدنج، والشيدنج ده تكنيك حلو جدا جدا، بس هو لسه مش معروف في مصر قوي، او اللي بيستخدموه ناس قليله، وهو اللي اشتهر اكتر المايكرو بليدنج، لان يمكن مش ناس كتير عارفة الشيدنج او مفيش تكنيشنز كتير للشيدنج في مصر. الشيدنج هو بيدي احساس كأنك رسمة قلم او عاملة حواجبك بباودر.
اخف بكتير من المايكرو بليدنج، ما بيوجعش زي المايكرو بليدنج نهائي، افكته لطيف جدا. وخاصه بقى ممكن نعمل ميكس ما بين المايكرو بليدنج وما بين الشيدنج، يعني ممكن مثلا يبقى في واحده حواجبها خفيفه خالص، فلو جينا عملنا مايكرو بليدنج هيبقى باين الجلد تحت، فهيبقى باين ان الشعر ارتفيشال احنا راسمينه، ساعتها بنضطر نعمل شيدنج، يبقى ميكس ما بين الشيدنج كانك مظلله تحت الشعر. فهو فيه مميزات لانه كمان بينفع قوي مع البشره الدهنيه، لو بشرتك دهنيه المايكرو بليدنج بيروح، لكن الشيدنج لا بيفضل بيثبت اكتر، فلازم كنت اديله حقه شويه علشان الناس تعرفه. والمره الجايه ان شاء الله اطلع صور ليه، انا معيش للاسف صور ليه. الحاجه التانية، انا قلت في الفقره الاولانيه ان احنا ما بنشيلش الحاجب خالص، بالعكس احنا بنمشي على الطبيعي، بس صراحه انا معايا صوره اضطريت ان احنا نغير شكل الحاجب نشيله خالص. استاذنكم معلش، الصوره اللي قبل دي بعد اللي قبل، ايوه ديت، لو ينفع نعمل عليها زوم. هي اوريدي ساد فيس، يعني هي حواجبها نازله لتحت خالص كده، فهي كانت عايزه تغيرها بالظبط كده، فمضطرين ضروري ان هي لازم اكيد هتغير الحاجب، فاضطرينا نشيل الحته اللي نازله لتحت، وفي الحاله دي احنا بنغير شكل الحاجب. استاذنكم بقى نجيبها بعد هيبقى شكلها ايه؟ هتجيبوها بعد ولا ايه؟ ايوه دي بقت بعد، اوكي دي بعد، شلنا الحاجب من تحت وظبطت شكل الحاجب، وبعد ما اتظبط شكل الحاجب هي بقت سعيده جدا، وحتى شكلها ما بقاش ساد فيس زي الاول. فدي الحالات اللي احنا بنشيل فيها الحاجب، غير كده ما بنشيلش الحاجب نهائي. الريفيل قلنا، تاني هعيد على الريفيل، لان انا بيجولي ناس من سنترز تانية جايين لي احنا ما رحناش عملنا ريفيل وعايزين نعمل ريفيل عندك. طيب انا طبعا الصراحه بستحرم، يعني بستحرم ان ليه انا اعمل ريفيل على شغل حد تاني وهو اوريدي الكلاينت اللي بيبقى غلطان، هي حكمت على شغلها من اول جلسه، ما تحكموش على المايكرو بليدنج من اول جلسه، استنوا للريفيل وبعدين تحكموا عليه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتجيلي ناس عامله تاتو وعايزين يعملوا على التاتو، هل ينفع يتعمل على التاتو؟ والله لما درست قالوا لي لا ما تعمليش على التاتو، ولكن في ناس بتصر تعمل على التاتو. امتى بقى بشتغل تاتو؟ يعني انا شخصيا اشتغلت على التاتو، بس اشتغلت لما لقيت التاتو اوريدي فيدد، بهتان جدا، مر عليه حوالي 5 سنين والشكل مش واضح، فخلاص فانا هقدر اشتغل عليه لان الجلد خلاص مش متاثر بالتاتو قوي، اثر التاتو راح، ساعتها بشتغل. انا معايا صور برضو بس مش عارفه هيعرفوا يطلعوها او لا، للتاتو قبل وبعد، وعلى فكره النتيجه بتبقى حلوه مش وحشه، لان التاتو بيبقى عامل كانه شيدنج تحت. فاللي عاملين تاتو ما فيش مشكله ان هم يعملوا مايكرو بليدنج، وبرده حلو قوي ان هم يعملوا شيدنج، الشيدنج هيبقى لطيف لانه هيدي تاثير اخف شويه، وكانه رجع التاتو تاني بس من غير الالم بقى ومن غير كل الحاجات اللي بتتعمل مع التاتو. بس الموضوع كده خلص بالنسبه لي مع المايكرو بليدنج. لو في اي استفسارات تانية، ارقام تليفوناتي على الشاشه والفيسبوك بيج، وانا جاهزه لاي استفسارات واي حاجه. يا رب تكونوا استفدتوا من المايكرو بليدنج، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، مع السلامه.